انقلاب مدرعة في موكب العليمي أثناء زيارته إلى محافظة تعز وإصابة جنود سعوديين. إليكم تفاصيل الخبر. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أصيب جنديان سعوديان صباح اليوم بجروح إثر انقلاب مدرعة كانت ترافق موكب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي أثناء زيارته إلى تعز. وقالت مصادر إعلامية إن مدرعة كانت ضمن الموكب المرافق للعليمي انقلبت على طريق الكربة الصحاء الرابط بين محافظتي لحج وتعز. وأكدت المصادر أن الحادث أسفر عن إصابة جنديين سعوديين كانا ضمن الموكب. ويزور العليمي وعدد من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وقيادات حكومية محافظة تعز، وهي الزيارة الأولى له إلى المحافظة منذ أكثر من 10 سنوات.